ويتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسية الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين، حيث تتوافد الحافلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات، خاصة الخدمات الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى. يتواصل توافد المصريين والسودانيين ورعايا الدول الأخرى عبر معبري أرقين وقسطل. وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل. محمود، أهلا بك، صف لنا الأوضاع لديك. نعم، بعد التحية، الأوضاع هنا هي التزايد المستمر لأعداد الوافدين مع تزايد الخدمات المقدمة من الحكومة المصرية ومن كل الجهات هنا المتواجدة لتقديم كل الدعم والرعاية للأشقاء السودانيين. نتحدث تحديدا في هذه النقطة في ميناء أبو سمبل النهري عدد من الحافلات، نتحدث عن 9 حافلات هنا في ميناء أبو سمبل بها عدد كبير من الوافدين الذين وصلوا منذ قليل عبر العبارة التابعة لمحافظة أسوان. هذا ويستمر الإقبال في ظل وجود خدمات متنوعة في مختلف المجالات كما تحدثتم، سواء صحية أو حتى غذائية وإنسانية. اليوم أيضا رأينا صورة هامة وهي حجم كبير من الشاحنات الثقيلة المحملة بعدد كبير من المساعدات والمتجهة إلى السودان عبر معبر قسطل، عبر العبارات الموجودة المختلفة داخل ميناء أبو سمبل النهري. ونتحدث تحديدا كما ذكرتم عن الخدمات الصحية، وهي الأهم التي تقدم نظرا للرحلة الطويلة والشاقة التي يقطعها السودانيون وصولا إلى هنا في معبر قسطل أو حتى في ميناء أبو سمبل النهري، فلابد من تقديم الرعاية الصحية لهم. هذه الرعاية الصحية موجودة من مجرد دخولهم إلى معبر قسطل في الناحية السودانية، نتحدث عن المنطقة المحايدة، بوجود عدد من الأطباء بالتنسيق مع الجهات المسؤولة للدخول لتقديم كل الرعاية للحالات الصحية التي تحتاج الرعاية في هذه المنطقة. ثم بمجرد الوصول والدخول إلى معبر قسطل في الناحية المصرية تتواجد الهلال الأحمر بالعديد من الخدمات الطبية الكبيرة، نتحدث عن وجود عيادة طبية كبيرة بوجود عدد من الأطباء في مختلف التخصصات يقدمون كل الرعاية، بوجود عدد كبير من الأدوية التي يتم تقديمها للحالات وللأمراض المزمنة، وصولا هنا في مدينة أبو سمبل أيضا عدد كبير من سيارات الإسعاف واستعداد مستشفى أبو سمبل الدولي لتقديم كل خدماتها، مع وجود مستشفى أسوان الدولي التي تقدم أيضا كل خدماتها، بالإضافة إلى موقف كركر الدولي الذي يتواجد به عيادة ثابتة لتقديم كل خدماتها، مع وجود بالطبع ممثلين لمنظمة اليونيسيف وعدد من المنظمات الدولية التي أشادت بالدور المصري المقدم. نتحدث أيضا عن أن محافظة أسوان أعلنت عن الخدمات أيضا المقدمة في محطة سكك حديد أسوان فيما يتعلق بأربعة آلاف مقعد يوميا في 6 قطارات مختلفة، وتقديم ما يقرب من 4000 وجبة في موقف كركر. نعم. وفي محطة أيضا سكك حديد أسوان. نعم. فبالتالي هذا ما تحدثت عنه المفوضية، بأن الوافدين السودانيين يتمتعون بمجموعة واسعة من الخدمات المقدمة من السلطات المصرية. صحيح. شكرا لك محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري من ميناء أبو سمبل النهرية.